المصير المعرب المعرب والمصير منافسة حتى الرمق الأخير بين اسمين عملاقين المصير بشريدة معرب دفين ولكن المصير ينتزع ناموس الشوط الرئيسي تهانينا والناموس لصالح بن حمد بشريدة على فوز المصير وتحقيقه لناموس الشوط حمد بن صالح بشريدة تستاهل فوز المصير بالشوط الرئيسي الانتاج تستاهل خير وعافية أبو بريك صالح نهنيك على الفوز مسافة الثلاثة وعلى هذا الإبداع وجعلنا مسنداي الله يجزاك خير ورحمة والديك اللهم لك الحمد على التوفيق شفت المرة الأولى تنطلق الحقائق مسافة الثلاثة وجهوز إخوانك المشاركين والله الحلال إن شاء الله شبه جاهز اللي ما هو بجاهز جهوزه 80% والحلال كثير جاهز اللهم لك الحمد مسافة الثلاثة أشوفنا مسافة مناسبة للمضمر يتحكم في مسير مطيد صحيح تريحه شوي اكثر من 2 كيلو يخف الضغط على حلال بعد اكيد لان المسافه الاثنين قصيره وضغط من القومه نعم وكيف شفت استعداد اخوانك المشاركين والله اللهم الله يوفقهم اللهم لك الحمد العرب جاهزين والسبوق تفرض وجوده ابو صالح هذا الفوز وهذا الناموس لمن تهديه اهديه لك يا ابو بريك والمحبين الشعار والوالدي صالح بن حمد وشريده دعم الانتاج ودعم العزبه تستاهل لكن قبل ما اختم معك هل ذكرنا سلسله القعود ولا ذكرنا قعود ابوها بصير ولد المهيري بعير ام الزبار وامه صمله وبشر عن مشاركه الشعار غير القعود ما شاركنا الا 3 حشوان بكره في الشوط الاول ما اشتغل عليها وقعود جاء سادس خيره اللي ما اشتغل عليها خيره الحمد لله رب العالمين امر المؤمن كله خير ابشرك ان شاء الله عدها بعيضا الحلال ان شاء الله الف مبروك جعلنا مسندايم ابو صالح وشكرا جزيلا لك مرحبا يا ابو بريك